لمتابعة رد الفعل الدولي على قرار الكاظمي بتحديد موعد الانتخابات المقبلة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بكم. لنبدأ من موقع المونيتور الأمريكي، حيث قال في تقرير له إن الكاظمي حدد موعد الانتخابات دون أن يوفر شروط الانتخابات. ما الشروط التي يجب أن تتوفر دكتور لنجاح الانتخابات في أي بلد؟ بالتأكيد السيد الكاظمي يحاول أن يهرب إلى الأمام بعد مرور 3 أشهر من حكومته. كان يتأمل الشارع العراقي حقيقة أن يتخذ جملة من الإجراءات التي تعطي مؤشراً أن هناك متغيرا سيحصل خلال فترة زمنية حتى موعد الانتخابات الذي حدده في 6 حزيران 2021 حقيقة. ولكن على ما يبدو عجز عن تأدية الأهداف التي تحدث بها بدءا من حماية المتظاهرين ومتابعة القتلة والذين قاموا بعمليات الاختطاف وغير ذلك، وبنفس الوقت أيضا رفع شعارا في محاربة الفساد بدءا من البوابات والمنافذ الحدودية، ولكن كلها عملية إعلامية لم تأتي كلها بشكل واضح كي تعطيه الإمكانية أن يحدد موعدا للانتخابات، إضافة إلى العمليات الأمنية التي تجاوزت بها من يحمل السلاح في داخل البلد، وهذا أيضا يعطي مؤشر لعدم إمكانية إجراء انتخابات سليمة وصحيحة مع هذا النوع من الوضع الأمني السيء، إضافة إلى سوء الخدمات في ليس فقط في الكهرباء وإنما في جميع مرافق الحياة الواجب على الحكومة أن تؤديها للمواطن العراقي، يدلل على أنه من الضعف أدى به ذلك للخروج من حالة الضغوط التي تعرضت لها حكومته وهو أدرى بها، لأنه هو كان أكثر من 4 سنوات مديرا للمخابرات العراقية، فيعلم بكثير من مفاصل الأمور التي يجب تهيئتها من أجل الإعلان عن الانتخابات. دكتور، إذا ما تحدثنا بشكل عام، هل هناك شروط معينة لنجاح الانتخابات في أي بلد؟ هل باستطاعة الكاظمي أن يوفر هذه الشروط، مثلا القضاء على الميليشيات، القضاء على المحاصصة الطائفية في تشكيل حكومته، والقائمة في ذلك تطول؟ بالتأكيد هناك شروط أساسية وجوهرية لأي عملية انتخابية في أي بلد بالعالم. طيب، أول جانب من أهدافها أن تحقق مبدأ الديمقراطية وحرية الاختيار، وهذا لم يتحقق على 4 دورات انتخابية ماضية مع وجود سوء في الإدارة، وبنفس الوقت العوامل البيئية الممثلة بالواقع الأمني السيء، ضغوط الميليشيات بأي صورة من الصور نلاحظها على الواقع الاقتصادي والأمني والسياسي و القرارات التي تتخذ، إضافة إلى قانون انتخابي سليم وصحيح يؤكد شفافية وحرية الانتخاب للمواطن ويعزز الشفافية، وهذا غير متوفر. طيب دكتور، بسؤالي الأخير لو سمحتم بعجالة، يعني انتخابات عام 2018 شهدت مقاطعة شعبية كبيرة، هل تعتقد أن المواطن العراقي سيقبل على هذه الانتخابات في عام 2021؟ بعجالة لو سمحتم. في اعتقادي ستزداد العزلة لكل العملية السياسية من قبل الشارع
لجملة من الأسباب، وهو من اليوم إلى موعد الانتخابات ستزداد حالة سوء الخدمات بشكل كبير جدا، إضافة إلى الأزمة المالية التي قد لا تؤهل الحكومة في دفع المرتبات. نعم وعمليات الإنفاق. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.